السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخواني اخواتي على قناة كريبتو الارت. شكرا على 914 مشترك. معنا ايردروب مهم ومعنا تحديث لعملة NFT. طبعا اللي متأهل يدخل على الرابط هذا، راح اخلي لكم جميع الروابط في الديسكريبشن، بيشوف كريبتو الارت، بيدخل على التويتر حقهم وبيدخل على الفورم هذا، بيشوف اذا الوالد حقته متأهلة. كان الشروط انك يكون عندك NFT على الاثريوم، بلوكشين اثريوم، وخلاص انا متأهلة. بنشوف قدامكم هذه جميع الواليتات اللي موجودة متأهلة عشان تاخد الـ NFT. طبعا اذا سوينا سيرش على الوالد حقنا راح ندور، بس نجيب الوالد اللي مش راضي يشتغل معي، يشيل 0x ويدور بالوالد حقه. فبندور الحين، هذا الولد حقي، فمتأهلين. ما أدري كم راح نأخذ من القطعة، المهم سعر القطعة 10 دولار. فبس يوصل للإيردروب راح نبعته لكم هنا. معنا إيردروب جديد، هذا هو ميو سواب. طبعا شروط الإيردروب، تدخل البوت هذا هو، تحل الكاباتشا جوان إيردروب، ضروري يكون عندك المينيموم 10 دولار عشان تسوي الكواليتي. بتسوي جوان شانيل هنا، جوان شانيل، وبعدين تويتر بيج، تسوي له فولو على تويتر، تيجي تسوي لهم تاج مع 3 أصدقاء. هذا البوست اللي موجود هنا، هذا هو تاج مع 3 أصدقاء، تحط لهم رابط التويتر البروفايل حقك، وبعدين تيجي هنا ضروري بتسوي لك كواليتي 10 دولار المينيموم، تخليها لينيو 28 مارس عشان بيبعتوا لك الرصيد، وتيجي تحط لهم رابط الوالد حقك اللي سويت له الكواليتي. طبعا احنا راح نسويها قدامكم لانه انا ما عندي رصيد BNB. راح نبيع عملة الديجو مقابل هذا WBNB، راح نسوي هذا الكواليتي عشان ما نضمن الميو كم راح ينزل سعرها. الحين سعرها 5 دولار تقريبا، ما راح اضمن كم راح يزيد سعرها او ينقص، اهم شيء نسوي WBNB. بس المشكلة ان الديبوزيت فيز 4%، هنا 0%. فبنشوف ان الحين شو راح نسوي بالضبط، يا يعني نشتريها الميو قطعتين او نسوي BNB. طبعا هنا بيعطيك 10%، وهنا 3 مضروبة في 3، وهنا 10 مضروبة في 10، يعني سرعة التعدين تقريبا. المشكلة مثل ما خبرتكم هنا الفيز 4% وهنا 0%. فبنشوف الحين ممكن سعره يزيد ممكن سعره ينقص، الله اعلم. فمن الاحسن راح اسوي WBNB. اول شي راح اروح ابيع ديكو مقابل WBNB، هذه هي. ببيع مثلا قطعتين، لما يخلص الايردروب برجع اشتري القطعتين من ديكو هنا. فبسوي سواب، كونفيرم سواب، ننتظر. confirmation راح يعطيني تقريبا 27 دولار بالضبط. الناس اللي عندها WBNB بتروح تسوي على طول هنا هنا بدون ما تسوي الحركة هذه. فخلاص صار معنا ال WBNB. بنيجي للموقع الرسمي حقهم، بنسوي approve contract، بنشوف كم راح ندفع فيزات وهالأمور. confirm. طبعا انت راح تربح كل يوم 100. فخلاص اوكي confirmation. بنجي هنا ستيك، بنسوي ماكس،
$27 كلها بنحطها. ده جينا نشوف كم هي بسعر الدولار بالضبط USDT. هو طالبين بس هذا، هو $27، هم طالبين بس $10 بالضبط. بس راح اخبركم ليش، لان كل ما حطيت الكواد، كل ما حطيت فارم او الكواليتي اكثر، كل ما كان عندك اردوب اقوى. هم قالينها كده في الاعلان. فبنروح على الموقع، هذا هو ماكس، نضغط على ماكس كونفيرم. بنشوف كم راح ندفع فيز مرة ثانية. راح ندفع فيز هذا confirmation. فخلصت، اهلنا للايردروب. هذا هو حقي ستيك WBNB. فبيصير هنا كل شوية يعدل لي عملة الموقع، وبعدين لما نخلص نيجي هارفست وخلاص الربح حقنا، بنسوي له هارفست وخلاص. طبعا بنكمل الايردروب قدامكم، نجيب الوالد حقنا ونبعته للبوت. هذا هو، بنروح على البوت. send your BCC wallet address from where you proved the quality on Moniswap. ومش شرط الكواليتي. هذا هو، بنعيد من أول وجديد. فخلاص حطينا الوالد وعطاك ستاتيستيك حقك، ونشوف كم أخذنا. بناخد 100 قطعة، ناخد رابط الإحالة المروج. توب ريفيلر هادو هما راح ياخدون أكتر شي توب رانك. $1000 على 10 موست ريفيلر راح تتوزع عليهم. وخلاص هذا هو الايردروب. طبعا هنا كاتبين شيء انه بس ندور عليها، بروف ات ليست $10 USDT with liquidity in farms شرطة بول. يعني فيك تسوي فارمز ولا بول، شو الفرق ما بين الفارمز والبول؟ هذا هو البول اللي سويناه، هو البي ان بي تحطه وتاخذ الميو، قاعدة تعدل لك الميو. اما الفارمز بتروح تشتري ميو تحطه مقابل البي ان بي 50 50%، 50% ميو و 50% بي ان بي. يعني مثلا ميو $5 وبي ان بي $5، تطلع لك $10 وخلاص تحطها هنا. كالعادة كان سعرها قليل $3، صار 5 قبل شوية، الحين نزل 4. فالعملة مش مزبوطة في السعر بالضبط، فأنا ما شريتها، أخاف ينزل سعرها أكثر من بعد الأيردروب، فخليتها على WBNB وهي تعدل لي الفارمز وخلاص، وتعدل لي الميو حقها وخلاص. هذا شرحي اليوم، أشوفكم على خير في فيديو لاحق، مع السلامة.